القراءة الصباحية من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، الفصل 18 من الآية 1 حتى 17. وضرب لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلوا كل حين ولا يملوا. قال: كان في مدينة قاض لا يخشى الله ولا يهاب إنسان، وكان في تلك المدينة أرملة تأتي إليه قائلة: انتقم لي من خصمي. فبقي زمانا يرفض طلبها، وبعد ذلك قال في نفسه: إني وإن كنت لا أخشى الله ولا أهاب إنسان، ولكن لأجل هذه الأرملة تزعجني أنتقم لها لئلا تأتي أخيرا وتضجرني. ثم قال الرب: اسمعوا ما قال القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن إذا جاء ابن البشر ترى هل يجد الإيمان على الأرض؟ وقال المثل التالي لقوم كانوا يثقون بأنفسهم بأنهم صديقون ويحتقرون غيرهم: إنسانان صاعدا إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر عشار. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: اللهم أشكرك لأني لست كسائر الناس السراقين الظالمين الفاسقين، ولا مثل هذا العشار، فأني أصوم في الأسبوع مرتين وأقدم عشرة كل ما أجنيه. أما العشار فوقف عن بعد ولم يرد أن يرفع عينيه إلى السماء، بل كان يقرع صدره قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من رفع نفسه اتضع، ومن وضع نفسه ارتفع. فقدموا إليه الأطفال ليلمسهم، فلما رآهم التلاميذ زجروهم. فدعا يسوع الأطفال وقال لهم: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم إن من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد لا يدخله. والتسبيح لله دائماً.